إنه حوار لحد الآن للتعقيد لا للحل، وللتأزيم لا للتخفيف، وللإثارة لا وللإثارة لا للتسلية والتلهية، والتسلية والتلهية لأي شعب من شعوب الأرض اليوم أصبحت صعبة جدا. وأما بالنسبة لمستوى شعب البحرين فهي مستحيلة. هيهات بمنة الله. وبلا استعراض لما عليه قضية التأزيم والتعقيد ومضاعفة المشاكل من جهة السلطة، فإنه يكفي لتعميق هذه القضية هذه الدعاوى التي لا تتوقف ولا تجد لها نهاية باستمرار اكتشاف خلايا ومنظمات إرهابية ومسلسل من المؤامرات المتوالية التي لا تكاد تترك رمزاً من رموز المعارضة ولا فصيلاً من فصائلها ولا صوتاً حقوقياً جريئاً إلا واجهته بتهمة من هذه التهم، وانتهت في التحقيق معه إلى إدانته وإصدار العقوبة القاسية في حقه، لتشمل العقوبة المشددة العشرات بعد العشرات والفوج بعد الفوج والجماعة بعد الجماعة، ويزج بهم في ظلمة السجون لمدد طويلة تستوعب عمر الكثيرين. ولحسن الحظ كما يصور الإعلام السياسي الأمر أن المحاولات الإرهابية الضخمة والمؤامرات الظلامية الخطيرة تكتشف بصورة مبكرة لينزع فتيلها بكل أمن وسلامة، ويودع القائمون عليها غياهب السجون ليكفى الوطن ما وراءهم من كيد وشر وعداوة بالغة. ولذلك فهم لا يحتاجون لنزع الاعترافات المطلوبة منهم إلى تعذيب ولا مس أذى. مسلسل من دعاوى عمليات التخطيط للإرهاب والمؤامرات لا نهاية له حتى ينال آخر معارض عقوبته الصارمة، وحتى يهلك في السجن من يهلك ويذوق الجميع العذاب. فليسمع رأس الدولة. قد يجب منة لله. وما يصدر من كثير منه ومن رؤوس كبيرة ما هو صريح في إباحة هذا المنكر الفظيع والفساد في الأرض، وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله بوعد الثواب الجليل لمن أقدم عليه وازداد منه، أو كلمات توقد الفتنة ولا تبقي عند جهلة الناس شكا في مشروعية هذا الفعل. فهل توجد انتكاسة في الفهم للإسلام أكبر من هذه الانتكاسة، إن كان ذلك عن نوع من الفهم للإسلام؟ وهل يوجد انقلاب عملي عن الإسلام عن عمد وإصرار إن لم يكن وراء هذه المواقف خطأ في الفهم، وإنما كانت مضادة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإنكم لتجدون أن الأصوات الوحدوية المخلصة التي تحرص على تماسك بناء الأمة وسلامة كيانها تواجه بالغضب والحنق والتشكيك والدعوة المضادة من السلطات الدنيوية الراجفة من صحوة الأمة ووحدتها وتلاحمها، ومن إعلامها الفاجر وأقلامها المأجورة وإذاعاتها وفضائياتها المتآمرة، لتنطلق الكلمة المخلصة المكثفة والفعل الجاد المستمر والمشاريع المدروسة المصممة على ترميم وحدة الأمة وحمايتها واستكمال بنائها والدفع بها إلى الأمام والترسخ والثبات، من غير التفات إلى الأصوات الهدامة النشاز الجاهلية والمتآمرة
على وحدة الأمة وعزتها وسلامتها، وعلى دينها القويم وكيانها الذي فيه عز الأرض وإنقاذها وخيرها ورفعتها. وإن وثيقة الوحدة الإسلامية الصادرة عن المجلس الإسلامي العلمائي في البحرين، وما تمثله من التزام من جانب المجلس بجانب الوحدة بواجب وحدة الأمة لهي من صميم واجب المجلس ومن صلب خطه وأعظم اهتماماته وثوابت خطته.